حنفي ووليد صلاح الدين. عاوز اقول ان كلمة الانسحاب بقت عند نادي الزمالك سهلة، سواء بقى ينسحب في القمة اللي فاتت وحكاية الاتوبيس والحكاية السخيفة اللي تمت دي، وده امر سخيف ما ينفعش يحصل مع نادي عريق زي نادي الزمالك. فكلمة الانسحاب بقت سهلة رغم قسوتها على النفس وقسوتها على الرياضي. كلمة الانسحاب دي ما ينفعش كده اي وقت كده اقول انا انسحب ومش هلعب، انا خايف، انا جبان، انا كذا. عندي سؤال مهم جدا لقائد الانسحاب الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. انت دلوقتي بتقول انا هنسحب، وهاني زاده بيقول لا مش هندي الدوري لنادي الاهلي ونشارك في الموضوع. طيب ماذا لو تقرر بدء دوري جديد في نفس التوقيت 25 يونيو والتدريب من دلوقتي والمساحات من دلوقتي؟ كنت هتقول هنسحب؟ ما كنتش هتنسحب. لكن هي الفكره انك انت بتدافع عن فشلك عشان لما تيجي في المداخلات تقول له يا خطيب انت ما خدتش بطولات وانا خدت بطولات، يا خطيب انت مش عارف ايه وانا ايه وانا كلام من ده. عمر المسألة الانسحاب ما تبقى شيء كويس. الانسحاب مرفوض من اي حد، الانسحاب مرفوض من وارد انك تعترض على شيء، لكن تقول هنسحب من الدوري مش هشارك في الدوري، هذا يهز اي كيان عظيم زي كيان نادي الزمان. ما ينفعش تقول انسحاب خالص خالص خالص، عيبة عيبة انك تقول انسحاب، ما يصحش انك تقول انسحاب. لكن بما ان مرتضى قرر الانسحاب، فانا سألت النهاردة في اتحاد الكورة يا جماعة جواب الانسحاب جالكوا؟ قالوا لا لسه ما جاش. قلت لهم يبقى جاي ماشي او جايز الاتوبيس اللي جايبه عطلان في السك. مفيش حد راح بعد جواب انسحاب. طب انت دلوقتي قررت الانسحاب وبالاجماع، وانا عاوز اتوقف عند عبارة عبقرية عبقرية جدا ركزوا فيها، قالها الاستاذ امير مرتضى، امير مرتضى احمد منصور الكائن في شارع احمد عرابي والمشرف على كرة القدم. قال لك ايه امبارح في الفيديوهات اللي بيعملوها؟ قال لك ان لاعبي الزمالك لا يريدون المشاركة في المباريات الا بعد اكتشاف دواء لكورونا. الا بعد اكتشاف دواء لكورونا؟ يعني هنقفل الحياة كلها لحد ما يكتشفوا دواء لكورونا؟ طب العيال دي يا امير، العيال دي ما كانوش في الفرح بتاع مصطفى محمد؟ العيال دي نايمة في بيوتها ما بتنزلش، مش في مصايف؟ يا واد يا امير ركز في الكلام اللي انت بتقول، والله يخرب بيت كده بتقول مش هيشاركوا في المباريات الا بعد اكتشاف دواء لكورونا؟ يعني حتى الدوري الجديد مش هيشاركوا فيه ولا يعني تنسحب من ده اما تنزل مثلا او تتعاقب او حتى تشارك في الدوري الممتاز الجديد؟ يبقى انت خلاص لايكات. انا قاعد اهو لايك للصفحه للفيديو الاول بس عشان نثبته، عشان الكلام كبير وجامد. لايك للصفحه انا معاك اهو لحد ما نشوف اللايك يوصل لعدد معقول، وشير الفيديو بعد اذنك عشان يوصل لاكبر عدد عشان نشوف حكايه الانسحاب دي. فامير قال لك ايه؟ اللعيبه بحكم ان انا قريب منهم في السن وبياخدوا يدوا معايا، ما لازم ياخدوا يدوا معاك، ده انت مشرف على الكوره. طبعا الموضوع انت ما كنتش تحلم بيه، لكن ابوك يسر لك الامور وسبب لك الاسباب وساعدك وحطك. قال لك اشمعنى انت يا امير احمد يبعدوا مجلس اداره وانت ما تبقاش حاجه؟ لا تعال انت مشرف على الكوره، فيبقى مشرف على الكوره فيقول لك مش هنشارك في مباريات غير لما يلاقوا علاج لكورونا. الموضوع اختلف. طب يا ابن ابوك خطته خطه الانسحاب بتاعت ابوك انه يقابل رئيس الوزراء ويحل بعض المشاكل لنادي الزمالك. خد مني، سيبكم الكلام بتاع الانسحاب. سالتهم النهارده في اتحاد الكوره كل المسؤولين، قلت لهم ما جالكوش والنبي جواب الانسحاب؟ قالوا لا. قلت لهم طب اسالوا، انتوا ما فيش بينكم ده هيطلع كوبري 15 مايو هينزل هيلاقيكم على طول. ماشي، فده ما ينفعش. ايوه امير كده، لا يبقى كان صاحي من النوم امير، مش عارف ما بيتكلموا في ايه. دخل فجاه وسجل الراجل، قال لك مش هيشاركوا في المباريات الا بعد شاف علاج لكورونا. ما هو العلاج موجود. انت قصدك مصل يمنع الاصابه، ده قدامه سنين يا حبيبي. مصل يمنع الاصابه ده قدامه سنين، قدامه لسه سنين طويله على ما يكتشفوه. لكن علاج لكورونا موجود، علاج لكورونا. طب سؤالي بقى الاول هقول لكم مرتضى هيعمل ايه. مرتضى تواصل مع الدكتور اشرف صبحي، قال لي يا دكتور اشرف انا قعدت معاك كتير وفي مشاكل انت مش هتعرف تحلها، والمشاكل دي عشان تتحل لازم اقابل الدكتور مصطفى مدبول، مشاكل ضرايب ومشاكل ارض 6 اكتوبر ومش عارف ايه وحاجات بالشكل ده. قال له قعدنا معاه واحنا نقنعه بالغاء الدوري. دكتور النهارده كان في مجلس وزراء معمول بالفيديو كونفرنس، ماشي، الموضوع لم يطرح. والدكتور اشرف صبحي قال له دي حتتي، ده شغلي، ده اختصاصي، عاوز تقابل رئيس الوزراء روح قابله.
لكن انا مش دوري ان انا اخد لكم مواعيد. الدوله المصريه قررت عوده الدوري وعوده الانشطه الرياضيه وفتح الانديه، والنهارده فتح المقاهي وخلاص رجعنا الحياه طبيعيه. كورونا هنتعايش معاه وناخد المضادات اللازمه ليه، لكن ما ينفعش انا اجي اقول ان مش هلعب غير لما تلاقوا علاج لكورونا. العلاج موجود، العلاج موجود. انت تقصد حاجه بيسموها ايه، مصل، مصل لمنع الاصابه بكورونا. ده ما حدش اكتشف، يعني مش تلعب كره، مش رايح تلعب افريقيا؟ ما ينفعش يا امين، ده انا بقول عليك شاطر يا ابني، انا بقول عليك شاطر ومختلف. ما ينفعش تقول مش هنلعب غير لما كذا، وتقول اللعيبه خايفه في بيوتها. دي لعيبه خايفه، ده صور فرح مصطفى محمد كلهم موجودين، ولا كمامات ولا نيل. بلاش نستخف بعقول الناس زي اللي طالع يقول لك ده قرار بلطجي. ما ينفعش، ده انت عنده مجلس اداره يا حماده، حماده انور طالع بيقول لك عملنا اجتماعات وفي الاخر في قرار بلطجه. ما ينفعش كده يا ابني، الدوله المصريه ما بتطلعش قرارات بلطجه، الدوله المصريه بتطلع قرارات للصالح العام. هو ما فيش حد في مصر غيركم؟ يعني الدولة المصرية في مجال السياحة، مجال الرياضة، مجال كل المجالات اللي كانت واقفة ورجعت دي، مفيش غير نادي الزمالك ومرتضى وعياله وحمادة أنور ومجلسه؟ طب لو قال لك هنلعب دوري جديد مش تلعب؟ هتلعب، هتلعب. لكن أنت الموضوع إيه عندك؟ الموضوع إن الخطيب ما ياخدش الدوري، إن الخطيب ما ياخدش ال 110 مليون جنيه أو ال 120 مليون جنيه اللي عند الشركات الراعية. هو ده الموضوع، هو ده الموضوع. فالتراجع عن الانسحاب، الخطه اللي وضعها مرتضى هي مقابله رئيس الوزراء وانا تراجع عن الانسحاب. طب ساعتها شكل كارتيرون الراجل الفرنسي الغلبان ده يبقى ايه؟ طب امير اللي قال لك اللعيبه مش تلعب غير لما يلاقوا علاج لكورونا هيبقى شكله ايه؟ طب الواد حماده انور يبقى شكله ايه؟ طب كابتن فاروق جعفر اللي قاعد يقول مؤلفات فنيه هو كابتن اسماعيل يوسف وكارتيرون هيبقى شكلهم ايه؟ هنقول انا اقول لك انا اسف، الحل مرتضى لك إيه؟ انا رجل دوله وانا راجل وطني، والدوله قالت تلعب يبقى نلعب، بس يكون عمل ايه بقى؟ عمل له كم مصلحه مع رئيس الوزراء، او حل له كم مشكله مع رئيس الوزراء، او حصل على بعض المكاسب من رئيس الوزراء. ده لو رئيس الوزراء قبله، ولو رئيس الوزراء قبله يبقى مخطئ. انا بقول اهو، لو الدكتور مصطفى مدبولي قبله يبقى مخطئ. ليه يبقى مخطئ؟ لان في وزير معني بالامر، وفي اتحاد كوره، وفي قرارات طلعت من الدوله المصريه، وفي المتحدث العام باسم مجلس الوزراء معالي المستشار نادر سعد اللي هو بيسخر منه قال فسر الكلام بتاع رئيس الوزراء، يبقى انا اقعد معاه ليه؟ وبعدين كل الانديه عملت مساحات ما عدا هو والاسماعيلي، ما عدا هو والمسحه الثانيه هتبدا خلاص هي يوم الاحد، والناس كلها رايحه للكور، هو مش عاوز يروح للكور، ما براحته، سيبوه ما حدش يكلمه. ايوه بقول رئيس الوزراء لو قابل مرتضى يبقى مخطئ. انت بتهددني يا واد ولا ايه؟ لا انا ما بقولش الحاجات دي، ما بقول انا ماليش في الحاجات دي. لا لا لا، كابتن شوبير اللي بيقولها اللي من دول انا ما بقولش الحاجات دي. بسكليتات والعجل ده انا ما اقولوش يا بيه بعد اذنك، الامور الاخلاقيه ده انا ما اقولهاش. فالمساحات، المسحه الثانيه النادي الاهلي قال لك بلاش الجمعه يا جماعه، خلوني الحد. يوم الجمعه يعمل حرس الحدود والانتاج ووادي دجله والطلائع، والسبت سموحه والمقاولين والاتحاد وانبي، والحد الاهلي والمصري وطنط، والاثنين المقص، والاربع اسوان في المركز الاولمبي، وبيراميدز مع نفسه وعايش مع نفسه، ونادي مصر له كل التحيه وكل التقدير ان هو دلوقتي بيعمل المسحه على نفقته الخاصه. ونادي مصر رغم ان هو شارب المقلب بتاع الانديه ومتسرع وباعت جواب الانسحاب، فاق ورجع سحب الجواب وعمل حركه لطيفه جدا انه بيعمل مساحات على نفقته الخاصه. ما حدش رافض يعمل مساحات غير الزمالك والاسماعيلي، وكلاهما عنده ازمات ماليه ضخمه، عنده ازمات ماليه ضخمه وعنده مشاكل كبيره. في الوقت اللي بيحصل فيه ده، في الوقت اللي بيحصل فيه ده بيقول لك طنطا ظهر فيها خمس حالات، والانبي ظهر فيها اربع حالات، والاتحاد حاله، والمقاولين حاله. طب ما كويس، مين واحنا عاملين التحاليل ليه؟ مش عشان نطمن على اللعيبه والاجهزه الفنيه، عشان ما يعدوش زمايلهم وعشان يتعالجوا؟ ما ده لازم يحصل. لايك يا شباب بعد اذنكم، لايك من فضلكم، لايك للفيديو بعد اذنكم. ايوه كده، ايوه كده، دوس الله يخليك. كله يعمل لايكات يا شباب بعد اذنكم الفيديو، طالما انت موجود معانا وبتتابعنا اعمل اللايك بحيث نثبت الفيديو. فاللهم صل سيدنا النبي. طيب بتاع طنطا ده الاستاذ فايز عريبي وله كل الاحترام وكل التقدير،
كان هيكتشف منين اصابه الخمسه دول، ثلاث لاعبين واثنين في الجهاز الفني، وامبي كان هيكتشف منين الناس قاعده في البيت؟ طب هم اصيبوا في الدوري؟ لا ده اصيبوا هم في بيوتهم، وده وارد انه يحصل مع اي لعيب في الدنيا سواء اهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي او طنطاوي او من المقاولين او من الاتحاد، بدايه ان دول اصيبوا وهم في بيوتهم، ما اصيبوش وهم بيتنافسوا او بيلعبوا. فاربعه في امبي نفس المساله، لعيب في الاتحاد لعيب في المقاولين، طب ما ده شيء ايجابي. يعني احنا عملنا المساحات عشان نشوف مين اللي مصاب، وعملنا المساحات عشان علاج اللاعبين، مش عملنا المساحات كمساله شكليه. بالعكس ده انا مبسوط ان المساحات طلعت المصابين عشان يتعالجوا. طب بيجي يقول لك ده بفرض بقى حصل بعد كده اصابات بالخمسه والسته في فرقه، هتكمل الدوري برضه وهتلعب وانت المسؤول، لانك انت مسؤول تاخد اجراءاتك الاحترازيه وتحافظ على حياتك. والشعب دلوقتي كله مش بيحافظ على حياته من يوم السبت؟ مش الشعب كله نازل الشارع وقاعد على القهاوي وفي المطاعم وفي الكافيتريات وخلاص الدنيا الحياه رجعت وبتتكيف معاها مع الاجراءات الاحترازيه؟ فانت هنا هتعمل ايه؟ هتاخد اجراءاتك الاحترازيه. مساله يا جماعه، تساله الانسحاب ومرتضى وعدد من الانديه هي مساله شخصيه. مرتضى مش عاوز الخطيب يكسب بطوله، ده واحد. الانديه اللي تحت بتحارب عشان انها ما تهبطش وهكذا. اللي انا مستغرب له بس محمد بن صلحي، لانك انت راجل خامس الدوري، عندك فرقه كويسه، عندك كابتن طلعت يوسف، تقدر تنافس، تقدر تصعد، تعمل في المربع الذهبي، تعمل انجاز كبير يتوافق مع المجهود اللي انت بذله. ماشي طيب. الاتحاد الافريقي بقى، شوف الزمالك بيعمل ايه هو وبيقول